السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد، اقتراح جديد. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم اختاريت انني نشارك معكم وصفه ولا اقتراح ديال ان ديسير اللي كنقدموه هكا بارد، تيجي زوين تيجي رائع، مصايبينو هكا على يدينا في ديورنا، كنكونوا كنضمنوا بان يعني ما فيش شي حاجه اللي تقدر تضر بالصحه ديال وليداتنا. النتيجه كتجي رائعه. انديسير اللي بخطوات بسيطه، ساهل في التحضير وما فيش المقادير بزاف، يعني ساهل رابيد غير توجدي هكا. راكم عارفين دابا الحال سخون، الصيف كنشهاو مره حويجات اللي كيكونوا باردين، تاخذوا هكا في الفطور ديال الصباح ولا في الكوتي ولا لو سوار ملي تشهاو شي حويجه هكا تكون بارده مع كويس ديال العصير كيجي رائع. انا دائما كنختار ولا كنبغي نشارك معكم حويجات اللي كتكون سهله في التحضير باش ما تعكزوش عليها وتصوبوها في البيوت ديالكم، حسن ما تشريوها من على برا بخطوات اللي هي بسيطه، غتكوني حصلتي على ديسير اللي قمه في الروعه، تعطيه لوليداتك، تشاركيه مع العائله ديالك، سهل وما كياخذش الوقت بزاف. ما نطولش عليكم بزاف، ندوزو للكوزينه نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. الو، هنا بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو باش نصوبوا هذا الديسير البارد، غادي نحتاج بسكوي ديال اوريو، يكون ديال الشوكولات، ماشي ضروري يكون عندكم اوريو، يمكن لكم ديروا البسكوي العادي يعني اللي كيكون هكا ما فيه حتى شي نكهه، يكون بسكوي عادي وتديروا معاه واحد الساشي ديال بودره ديال الكاكاو، حتى هو كيجي مزيان باش كيعطيكم داك النكهه ديال الشوكولات. يمكن لكم ديروا هذا البسكوي العادي، انا خديت هنايا اوريو باش كيجي داك المذاق ديال الشوكولات غالب في الديسير ديالنا. دونك هنا خديت تقريبا ما بين 20 حتى 23 حبه ديال اوريو. يمكن لكم تخليوها بهاد الكريمه اللي فيها الداخل، كيف ما يمكن لكم انكم تحيدوها. انا غادي نطحنها بالكريمه ديالها، خديت هنا تقريبا 24 حبه، غادي نطحنها ولكن ما نيلهاش، ما توليش عاوتاني غبره، غادي نخليها واحد شويه مهرمشه، يعني ما نطحنهاش كاريمون تتولي بودغ، ولكن نخليها شي شويه فيها داك الحبيبات ديال الشوكولات، وغادي ندوز باش نكمل معكم لا غوسيت. دونك لا تيكستور ديالو كتجي بحال هكا، كيبقى شويه مهرمش، متيجيش منيل يعني تماما، ولكن كيبقى شويه فيه داك الحبيبات ديال، باش كتحسوا بداك الطبقه ديال الشوكولات بقات هكا فيها داك الحبيبات باينين ديال البسكوي. وغادي نزيد عليهم عندي تقريبا هنا واحد جوج المعالق ديال الزبده باش كنجمع هذاك الخليط ديالي. دونك غيتبعوا معايا مرحله بمرحله باش يمكن لكم انكم تصيبوه بكل سهوله. دونك غادي نخلط، غادي نجمع هذاك الخليط اللي عندي. الا ما بغيتوش ديروا الزبده يمكن لكم ديروا نوتيلا ولا ديروا الكونفيتور ولا اي حاجه عندكم، يمكن لكم تجمعوا بها هاد البسكوي. هذه هي الطبقه الاولى ديال الديسير. دونك الطبقه الاولى كيكون فيها البسكوي اوريو، والطبقه الثانيه غادي تكون فيها كريمه ديال الفلون. الفلون خديت هذا اللي فيه نكهه ديال الكراميل، خديت جوج ديال الساشيات ديال الفلون ديال الكراميل، غادي نديرو في نص سيترو ديال الحليب جوج ديال الساشيات ديال الفلون، غادي نزيدهم في نص سيترو ديال الحليب، ما غاديش ندير السكر حيت هو ديجا كيكون فيه السكر، وغادي نخليه فوق النار حتى يوصل درجه الغليان، حتى يجي فايض هكا طالع ونطفي عليه. هنايا خديت ان سيرك اللي يكون دائري الحجم ديالو بحال هكا، يمكن لكم انكم ديروا اي مول اللي عندكم، ديروا داك المول اللي كيكون كيتحل من الجناب، حتى هو كيسهل شويه الديمونتاج ديال الحلوه. غادي نخوي هذاك البسكوي اللي خلطت مع جوج معالق ديال الزبده، وغادي نبرك عليه بحال هكا كطبقه اولى ديال هذا الكيك البارد اللي غادي نصايبو. هاد المول اللي زوين فيه انني كنتحكم فيه كيف بغيت، يعني يمكن ليا انني نصغر الحجم ديالو ولا نكبر الحجم ديالو كيف ما بغيت على حسب داك لافارس اللي عندي. دونك غيجي الحجم ديالها بحال هكا باش ما تجيناش الحلوه يعني رقيقه. غادي نضغط عليه مزيان بيديا وغادي ندخلو للتلاجة لو طون اللي توجد ليا الكريمه ديال الفلون اللي درت فيها نصيطرو ديال الحليب وجوج ساشيات ديال الفلون بنكهه الكراميل.
اون فوا تم جاي فايد الحليب يعني كطلع الغليه صافي كنطفي عليه. ديك الساعه كنخرج هاد البسكوي من الثلاجه كيكون شد راسو واحد شويه باش نكملوا المونتاج ديال هاد الديسير اللي كيجي بارد سهل دغيا كنوجدوه، ما تياخذش وقت بزاف. وانتم شفتوا المكونات اللي فيه ما فيهش شي حاجه اللي هي كثيره، دونك انا غندخلو دابا للثلاجه بركو عليه مزيان هكا باش ملي تبغيو تقطعوه ما يتفرتش ليكم. دونك نبركو عليه مزيان، غادي ندخلو للثلاجه ونتسنى الكريمه ديالي يطلع باش ندوزو نشوفو تتمه ديال الوصفه ونشوفو الطبقه الاخيره الثالثه والاخيره اللي غادي تكون هي الطبقه اللي غادي نزينو بها الكيك، حيت مازال غادي نخدم انا من بعد ما طلع لي هاد الكريمه ديال الفلان، مازال غادي نزيد عليها حوايج اخرين باش كتجي لذيذه اكثر. دونك غادي ندخلها للثلاجه تقريبا واحد 10 دقائق هكاك. هنايا من بعد ما طلع لي داك لا كريم ديال الفلان كراميل، هنا سمحوا لي انا غلط، ما درتش السيترو ديال الحليب، درت السيترو ديال الحليب. دونك هادوك جوج ديال الساشيات ديال ديال الفلان كنديروا معاهم ايترو ديال الحليب ماشي السيترو. عندي هنايا 6 ديال القطع ديال الفرماج، يمكن لكم ديروا الفرماج المربع ولا هذا المثلث. عندي 6 ديال داكشي اللي وجد عندكم 6 ديال القطع، وغادي نزيد عليهم جوج ديال دانون ديال بيرلي اللي كيكون فيه الجبن صافي. وما غندير لا سكر لا والو لان فيها السكر كافي، بلا ما نزيد السكر. غادي ندير جوج ديال دانون بيرلي وغادي نخلطهم، كتكون شويه دافيه يعني نخليوها حتى تدفى واحد شويه لان الخلاط عندي اون بلاستيك ما غاديش يستحمل السخونيه. دونك ندير نخليوها تدفى شويه عاد نديروها في الخلاط. غادي نزيد عليه هنا 10 ديال القطع ديال البسكوي العادي بحال هكا، 10 ديال القطع، وغادي نخلط كلشي. وغادي تكون هذه هي الطبقه الثانيه ديال الديسير. ملي خلطتو غادي ناخذ واحد الصفايه باش كنحيد الا بقات شي حاجه هكا ما مطحوناش ولا كنصفي داك الخليط هكا. هانتوما شفتو كتجي عقده، وغادي نديرها فوق من داك البسكوي اللي سبق لينا ودخلناه للثلاجه وشد راسو. غادي تكون هذه هي الطبقه الثانيه، كنوزعوها هكا بشكل اللي هو مساوي فوق من داك البسكوي، كنعاودو ندخلوها للثلاجه واحد 10 ديال الدقائق وندوزو باش نشوفو الطبقه الاخيره اللي كنزينو بها هاد الديسير. غادي ندخلها للثلاجة 10 ديال الدقائق وندوزو باش نشوفو الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة شنو غادي نحتاج فيها؟ غادي نحتاج كاس ديال الماء، دائما بالقياس ديال الكاس ديال العنبة. غادي ندير معلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، نسكافي واحد العكز فيا باش ما يمشيش نجيب معلقة صغيرة حيت انا عندي العبر كنعبر بعينيه. دونك غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال السكر، وغادي نزيد واحد الساشي ديال هذا ديال الفلان، ساشيه صغيره ديال درهم بنكهه الفاني. دونك هادشي كامل غادي نخلطو وغادي نديرو فوق النار حتى هو حتى يغلى، يعني حتى يوصل درجه الغليان يتم فايد وغادي نطفيه. وهنا خديت قطع ديال اوريو باش غادي نزين هاد الديسير اوريو هكا، حليت كيكونوا هكا حليتهم من على جوج وحيت داك الكريمه اللي كتكون الوسط، هادو فقط للتزيين ماشي ضروري انكم ديروا اوريو. غير اوريو كيجي زوين في المنظر وحتى المذاق ديالو زوين. بغيتوا ديروا البسكوي العادي يمكن لكم ديروا البسكوي العادي صافي، غيكون هكا سال لو ديسير ديالنا. هادو هما جميع المراحل اللي كنوجدوا بهم هاد الديسير، تيجي زوين بزاف. دونك انا غنتسنى هاد الكريمه حتى تطلع حتى تغلى
وغادي نخرج الدسر ديالي من الثلاجه ونشوفوا الشكل النهائي ديالو. هنا خرجته من الثلاجه المره الثانيه. غادي ناخذ هذا القطع ديال الاوريو وغادي نستفهم هكا في الجناب. هادو فقط التزيين. عاد غادي نخوي داك الطبقه الثالثه اللي وجدنا بالقهوه والفلان والماء والسكر. فوالا دونك جيسبر يكون باين ليكم. غادي من بعد ما استفنا دوك القطع ديال الاوريو غادي نخويو بشويه هاد الخليط اللي عندنا اللي صوبناه الاخير على السطح ديال الدسير. نديرو هكا معلقه ونخويو فوق منها باش يمشي بشكل متساوي. وغادي نعاود ندخلو مره اخرى للثلاجه. نديرو فقط غير واحد الطبقه اللي تكون خفيفه، ما نديروش بزاف، فقط باش كيعطي المذاق وكيعطي حتى اللون. دونك غادي نعاود ندخلها مره اخرى للثلاجه. غادي نخليها قد ما بقات في الثلاجه كثر قد ما كتجي زوينه. دونك غنخليها واحد تقريبا نقدمها، نخليها تقريبا واحد ساعه ديال المكانه ونعاود نخرجها. الشكل ديال الدسير ديالنا من بعد ما وجد تيجي بحال هكا. زينتو بشويه ديال لي بيبيت دو شوكولا في الوسط ومزين كذلك بطريفات ديال البسكوي، كيجي رائع كيف ما شفتوا بخطوات اللي هي بسيطه، المقادير اللي هي قليله. حضرنا ان دسير بارد كيف ما قلت لكم، تاخذوه الصباح ولا في الكوتي ولا لو سوار هكا اللي تشهيتو شي حاجه بارده، رافقتو هكا بكويس ديال العصير ولا كويس ديال اتاي، كيجي قمه في الروعه، المذاق ديالو رائع. دونك ما تردوش انكم تجربوه في البيوت ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، الى اللقاء.